مرحبا بحضراتكم مرة تانية والفقرة الأخيرة، ومنورنا يعني ضيف وفي نفس الوقت هو صديق ونحبه جدا وشخصية جميلة وبنتفائل بيه حقيقي، كابتن شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق. صباح النصر يا فندم. صباح الفل. صباح الهنا. ألف مبروك. مليون مبروك كابتن شريف، وسعداء كالعادة بوجود حضرتك معانا. وطبعا يعني إيه، عايزين قبل ما يعني ما ندخل بقى في تفاصيل مباراة الأمس، عموما كيف رأيت مشوار النادي الأهلي بشكل عام في النسخة دي من البطولة؟ كان نسخة صعبة قوي انك تحافظ على البطولة اللي قبلها، وانا كنت بسمي البطولة اللي قبلها الأصعب، انك انت كانت غايبة عنك بقى لها سبع سنين تقريبا، كتير يعني، انك انت تاخد البطولة وخدتها من أندية جامدة جدا. صحيح. خدتها من الوداد، خدتها من صن داونز، خدتها نهينا عن التصفيات كمان، خدتها من الزمالك ودي انا كنت بسميها البطولة الأفضل بالنسبة لي. انك انت بتحاول بقى انك تحافظ على البطوله وتكرر النتيجه اللي احنا شفناها دي الحمد لله، بتبقى عمليه صعبه جدا. طب رغم اللي انت بتشوفه من غيابات، من اصابات، من غير مسبوقه، احنا ما شفناش يعني ده بيحصل قبل كده بصراحه، اعمده عندك في الفريق بتبقى بتبني كل شغلك عليها. صحيح. لما يبقى عندك تاخر شويه في تحديد مركز محمد شريف، تجرب كل شويه ويجي حد ويطلع بس ده حاجه ثمانيه يا كابتن شريف، يعني 13 تقريبا ماتش ما حصلش ان في نفس تشكيل، يعني هو موسيماني اصلا بيحب ان هو دايما يغير، فيش تشكيل ثابت. بص يعني يا واند، لو تبص كده في التصفيات عندنا مشاكل، عندنا نقص اكسجين في سيمبا، عندنا دخول وخروج لعيبه مش عارفين الدنيا برضو مش زي ما انت عايزه، زي ما الجهاز الفني بيتمنى. دايما بنتوسم ان احنا يبقى عندنا ادواتنا اللي نقدر ننفذ بيها، نقدر يبقى لينا اسمنا الكبير في افريقيا، اللي هو خلاص الحمد لله بعد العشره كمان وقبل العشره وكل حاجه هو النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي ده بالنسبه للعالم كله دلوقتي بقت حكايه لازم تتفرجي عليها، لازم تدرسيها، لازم تحتزي بيها، لازم تشوفي بيبتدوا منين وينتهوا ازاي وبكل الظروف اللي بيعدوا فيها. اللي انا عايز اقوله ان احنا في كل البطولتين كنا في التصفيات بنطلع التاني، ما كناش الاول كمان، وبنقابل المستوى الاول، نتفوق على المستوى الاول للوصول للنهائيات وان احنا نكسب. كايزر شيفز بالنسبه له اول مره يوصل حاجه، طبعا يعني بنهنيه عليها ان هو بقى في تاريخه ان هو لعب فاينل افريقيا، انه يكسب الوداد في الوداد ويرجع يتعادل على ارضه بظروف مباراه مش بظروف مباراه. اذا فرقه عندها روح، فرقه كانت لازم تحترم، فرقة انت شفتيها الهاف تايم الاولاني هجمت عليكي، انت بتمر بظروف كبيره جدا، لازم تكون عندك استعدادات لكل ده. استعدادات يعني اجهزه فنيه فاهمه القصه ايه، دارسه الدنيا كل شيء، مجلس اداره بقياده احسن لاعب في افريقيا واللي متوج قبل كده بكره ذهبيه، ويعني راجل عندك 10 القاب افريقيه اتحققت في عهد كابتن. تحس ان الدنيا كلها مجلس اداره من زمان متعرفين عليهم وعارفينهم كلهم ومتمرسين ومتوسمين وبيدوا روح. بقت انا بحس الجمهور ومجلس اداره الاهلي يعني عامل جامد جدا للعيبه، ان هم بيديهم شحن معنوي جامد جدا، تحس ان هم انا بلعب ظهري مسنود. طبعا. دي حقيقه والله، حتى وانا بتفرج ومجلس اداره هناك وكابتن خطيب هناك، احنا بنبقى حاسين ان احنا كلنا هناك حاسين ان احنا مسنودين كويس. فربنا بيكافئ بقى، يعني ما بتشتغلي كويس وبتعملي كل حاجه كويس فاكيد السما بتكافئنا كويس، ولما بتخطط كويس ولما بتختار كويس. وموسيماني زي ما اتكلمنا قبل كده، وعلامه الاستفهام اللي كانت على ردود الافعال على اختياره من البدايه، انت بتتكلم عن حد متمرس جدا في افريقيا، وبعدين دلوقتي هو اصبح ثاني واحد بعد مانويل خوسيه حصولا على البطولات الافريقيه، بنتكلم مانويل 4 موسيماني دلوقتي 3، فانت مش جايب حد مش فاهم يعني. واعتقد دلوقتي حتى الاراء بقت مختلفه جدا، شفناها على السوشيال ميديا، شفناها في البرامج المختلفه مع الزملاء، يعني فعلا في تحول كبير جدا. راجل مش هينفع تقول عليه محظوظ فقط، هو محترف ويمكن محظوظ، الاثنين مع بعض. اللي بيقول كده هو اللي مش فاهم. صحيح صحيح. مش احنا اللي مش فاهمين، اللي بيقول كده هو اللي مش فاهم، اللي بيقول كده هو اللي مش عارف، اللي بيقول كده هو اللي مش عارف يشتغل، هو ده بيقول كده، هو اللي قاعد يبص كده ومش باصص في حاجته. وشفنا نماذج اللي بيقول كده اللي بيقول كده قال كده على فايلر. اللي بيقول كده تتعامل نفسيا. حلو المصطلح ده. بالاخر ده تعبان نفسيا، وبعدين ياخد باله ان الرطوبه داخله علينا كمان شهر 8، فده بيزود الحاله. لا لازم يقعد بقى في دش ساقع يتفرج من بعيد يعني.
الحكاية بقت أثبتت أن أنا لو بحب أو بكره أو 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 في نتائج يعني. صحيح. في موسيماني في موسيماني في شغل بيشتغل طبعا ده هو جهازه. في سيد عبد الحفيظ في سيد عبد الحفيظ في أوضة لبس في أوضة لبس اللي يحب اللي عاجبه واللي مش عاجبه اللي موجود ومش موجود. اعتقد ان اوضه اللبس السما بترد على الناس دي كلها. اوضه اللبس في حد ذاتها تعتبر برضو من ضمن اسرار او ضمن تركيبه سر الخلطه للنادي الاهلي. لو انا في اوضه اللبس يا كريم وانت واتخانقنا مع بعض ما حصلش لم بسرعه للحكايه او حصل اي اشاعه داخله في وسطينا او حد بحد يفركش الحكايه ومفيش قائد في كل صف. صح. الوقت انت اتخانقت فيه مع الفراو ده تلاقي قائد بيلم الدنيا نص الملعب بيخش ناس تتدخل الدفاع بتاعك بيحتوي الدنيا خبرات من اللعيبه. سعيد جدا لوليد سليمان و طبعا كلنا سعد سمير ورامي ربيعه والناس دي ما اشتركتش يعني ان هم في الجيل ده بيحققوا 4 بطولات افريقيه كم البطولات في الدوري والكاس والسوبر خلاص بقت حقيقه قدام الناس كلها ان كونوا اعملوا فسر الله عليكم ورسوله والمؤمنون يعني هي بقت كده. تقدر تشرحي لي حاجه تانية غير كده؟ انا ما اقدرش الصراحه. تقدر تقول لي اللعيبه دي ربنا بيديها وحارسها اذا كانوا هم انقياء؟ بس هنا السؤال بقى اللي هنجاوبه بعد ما نرجع من الفاصل هو ده ممكن يبقى قدام نقدر نطلق عليه الجيل الذهبي زي مثلا 2005 و2006 و12 و13 انا هطلق عليه النادي الاهلي. النادي الاهلي. طيب خلينا نطلع فاصل وهنرجع لكم. لما بنتكلم عن النادي الاهلي بنتكلم عن منظومه محترفه، بنتكلم على لاعب، بنتكلم على اداره، بنتكلم على مجلس اداره، بنتكلم على مدير فني، بنتكلم على جمهور، هي كده خلطه بتطلع لك النادي الاهلي في الاخر. انا عايزه اروح تاني لنقطه الجيل الذهبي اللي احنا وقفنا عندها، وليه بيتقال على جيل ذهبي وممكن يكون جيل تاني بيحصد بطولات اكتر بس ما تقالش عليه كده؟ خليني اعرف من حضرتك. خلينا يعني نقول كمان حلوه التقديمه اللي انت عملتيها دي والزوم ان اللي خارج من على البونبون بتاع الشغل العالي. حصل ده الاخراج ده حصل هنا شغل عالي شغل جامد قوي بتاع الزوم الجاي لي من على النادي ده بيحسسني قد ايه انا بنتمي لهذا الشكل الجميل. ولو كان عندنا وقت كنا نزلنا بموسيقى تصويريه كمان. انا عايز اقول لك انا كل من ينتمي لهذا الكيان ايوه يعني مبروك عليه بصراحه حقيقي. كيان فرض نفسه دستوره فرض نفسه زي ما بنقول العيله الواحده بقت العيله الذهبيه دلوقتي. صحيح. بقت الاجيال الذهبيه بقناه الاهلي لو سمحت ما تنساناش علينا يعني انت بصراحه برضو احنا بنجتمع أيوة. مع بعض دايما في افراح الحمد لله وربنا يديمها يعني. فجيل ذهبيه ما فيش حد دخل النادي الاهلي وما بقاش في جيل ذهبي. ولو لعب 10 دقائق هتلاقيه في ال 10 دقائق اللي لعبها دي بقى صاحب بطوله بقى صاحب صوره بقى صاحب ذكرى بقى ليه كيان بقى ليه اسم خرج من عندك وراح لحد تاني توهج ورجع تاني ودنيا بتدور حوالين هذه القلعه الحمراء بدستور واحد. ايوه حلوه دي. مبادئ اللي تاسست عليها الحكايه كلها من 1907 كان في ناس شخصيات عظيمه ارسوا قواعد الاخلاق والمبادئ اللي الدنيا تمشي عليها وكان يواكبهم في نفس العصور وفي نفس الشكل جميع الانديه الحقيقه. كانش فيه الزيطه والزنبليطه يعني في الصالون دي اللي هي بتاعت السوشيال ميديا والحاجات دي وكل واحد ليه انتماء وكل واحد كان فيه شخصيات عظيمه. انا يمكن لحقت في السبعينات والحاجات دي اتحاد الكوره شخصيات عظيمه جدا كانوا بيمثلوهم من الاهلي ومن الزمالك ومن الاسماعيلي ومن الدنيا كلها موجوده في هذا الكيان الكبير. نواب تحس نائب محمد احمد وانت قاعد تتكلم حسن الساده اسماء ملتصقه بذهن الواحد كنا متعلم منهم اتعلم منهم ازاي لما اجي العب انا لعيب كوره التيشيرت بتاعي يبقى مكوي والشورت والشراب والجزمه متلمعه تعدي بس عشان كنا بنعسكر في الاتحاد عشان اعدي اخش اتمرن في النادي الاهلي في المنطقه اللي هو بيتي برضو تحس ان انا لازم الشكل اللي يليق بهذا الكيان تحس ان انا ما يليق بالاتحاد وما يليق بالنادي الاهلي. صحيح. وده بيمشي معاك بقى لحياتك كلها بيمشي معاك يواكبك في لعبك يواكبك في وجودك في الملعب
صلتك بالجماهير، حب الناس ليك، حبك للكيان اللي انت منه. فخلينا نرجع للكيان بتاعنا الاجيال الذهبيه، الاجيال دي اتربت على ده بس. حتى المدرب لما بيجي بسرعه صحيح بيفهم ايه هو الكيان. زي ما حصل مع موسيماني نفسه، يقعد مع حسن حمدي شويه، يقعد مع جاد الخطيب شويه، يقعد مع صالح سليم خمس دقائق، اللي هو الفتره اللي احنا عايشين فيها يعني عشناهم مع جميع الرؤساء اللي كانوا موجودين، يفهم الحكايه بسرعه، يفهم هو فين. كان عنده حلم انه يبقى موجود، فلا الحلم حقيقه، فما عليه غير ان يمشي مع الناس دي في الاسلوب بتاعهم وطريقتهم ودستورهم. فلاقيه هو كمان بينمو وبيعلو. فانت بتقولي جيل ذهبي، اه بقى موسيماني بقى من الاجيال الذهبيه، مع اللعيبه دي ممكن يكون بيصنع هذا الجيل فعلا. اللعيبه دي تطمح لنفسها، ما تكسلش، عندهم فرصه ذهبيه كبيره جدا. أيوه. انك انت بتاخد كل حاجه، الناس مدعماك في كل حاجه، محدش بيقول لك حاجه، انت كل عليك انك تعيش كلاعب كوره بس. صحيح. تأدي الموهبه اللي ربنا اداها. تلتزم صحيح. كيان النادي الاهلي اكيد ومن زمان مش حاجه جديده، في عناصر كتير قوي خلته على الحال اللي هو عليه، خلته هذا الكيان المحترم ليه ثقل كبير جدا. وكل واحد كان دوره واضح، بس هل نقدر نقول ان برضه كان في جندي مجهول في مشوار ومسيره النادي الاهلي؟ كل واحد كان ليه دور واضح. حلوه الجمله، يعني عجباني. وانا في الملعب ليا دور بنفذه، ليا تعليمات ما اقدرش اخرج عنها، ليا ناس قاعده بره مسؤوله مني وانا مسؤول منهم. كل اللي انت قلته ده اللي احنا قلنا عليه، الحكايه من اول يوم متاسسه صح، متاسسه على الصح، متاسسه على عدم الخروج عن النص. هي عدم خروج عن النص دي، فتلاقي كل واحد بيجي يقعد على الكرسي وما يبقى مسؤول، بيبقى كمان في حاجات على كتافه جامده جدا طبعا، مسؤوليه طبعاً. النادي ده كله معاه طبعا. فمحدش، في ناس يقول لك ايه فلان فلاني مسك فلان فلاني مسك ملفات كبيره قوي، مسكني ومسك غيري ومسك القناه ومسك افريقيا ومسك الدوري ومسك الجماهير ومسك النمو، والنمو جوه الحكايه كمان، وتواكب العصر اللي احنا عايشين فيه. مش يعني مسك ازاي يامن على المنظومه اللي هو عايش فيها دي كلها من كل كافه الامور، ده شخص واحد ومجلس اداره هو ده اللي بيبقى مسؤول في هذه الدوره. تخيل بقى يجي واحد يقول لك ايه هو كابتن مش واخد باله مننا، كابتن مش معقوله كابتن بيتكلم على منظومه. كل واحد فينا عايز يبقى طبعا في الحته اللي لو بقول لك لو لعب 10 دقائق عايز يبقى انا فين؟ انا فين؟ انت تمشي مع الدستور وما تزعلش. يعني انا ما بزعلش لما ببقى في حته معينه، لا ده انا بفرح مش هزعل. فالناس اللي بتبقى مسؤوله عنك ومسؤوله ايه؟ في اولويات كمان، في بريورتي للحكايه. بننزل المطالب اللي هي زي ما انت بتتكلم البطولات، مش كوره بس يعني، بنتكلم على الطايره والباسكت طبعا، بينج بونج والتنس الطاوله والتنس، كل ده ماشي في المنظومه، ماشي على دستور واحد. طب مين المسؤول؟ المسؤول ناس ما بتنامش صح. ديك شفت الانعكاس قلناها في الانترو، هنفضل نقولها، انعكاس نجاح مجلس الاداره هو ونجاح تقريبا يعني تحديدا عفوا كابتن خالد كابتن بيبو كابتن محمود الخطيب، هو اللي بيعكس نجاح الفرق المختلفه وتحديدا فريق الاهلي. ده شيء يعني على مر التاريخ هو اللي بيثبت نفسه، احنا مش بنخترع حاجه، مش وجاهه، مش بتقول مجامله والله. هي دي النقطه، هي مش وجاهه، دي مسؤوليه كبيره جدا. هو ده انا حطني في المسؤوليه دي، ما اعرفش اكمل ولا ما اكملش، انا ما اعرفش يعني. دي حاجه كمان هو اتربى عليها، يعني هو اساسياته كده يعني. مش انا عايز اروح معاك بقى لحاجه، يعني نرجع شويه لورا، ان احنا في الفصل كابتن شريف خدنا كده الذكريات وجاب سيره احمد رمزي وناس جميله الله يرحمهم، ورشدي يعني أبازة. ورشدي أبازة، وازاي كانوا بيحتفلوا وهم كانوا اهلاويه جدا خرابي. طب فريد شوقي الاحتفال زمان برضو كان عامل ازاي بعد بطوله افريقيا مثلا؟ دينا مثال كده، كنتوا بتعملوا ايه؟ الناس دي مهما عملت في حياتها وكانوا نجوم وافلام والكاس، يجوا عند الاهلي والزمالك ها والكوره، ودي متعتهم الوحيده. اذا كانوا يبقوا قاعدين في اي مكان وما اعرفش ايه ويتكلموا مع بعض ويضحكوا مع بعض، كان في ادب واصول كده، ويقعدوا مع بعض في المدرج، وتلاقي صور صلاح ذو الفقار على فريد شوقي والناس بتضحك، وكانوا برضو دول بيدوا للناس
كابتن لطيف الله يرحمه لام الناس دي كلها في بالاذاعه. كان في حالات لما بتلاقي نجم انت بتحبه وتشوفه في ماتش كوره، ايه الجمال ده؟ مين اللي كان الاكثر صخبا في التشجيع وفي محبته للنادي الاهلي؟ مين الاكثر تعبيرا عن المشاعر دي؟ كلهم اتلفوا حوالين بعض كده مع عمر الشريف الله يرحمه. فاكثر كان شعبيه كان فريد شوقي الحقيقه. دي حقيقة. هو اللي ظاهر. هو مش عارف ايه وساكن هنا جنبنا. كانت رانيا فريد شوقي معانا على التليفون طبعاً قبل كده. ورانيا يعني هي تحكي لك بقى وتقول لك الدنيا فيها. وبعدين اكتر المخرجين واكتر الناس اللي عاصرت الاهلي وما اعرفش ايه اهلاويه برضو عاشروا الناس دي كلهم، عارفين كواليس. هو في انت بتروح تشتغل في التمثيل بتخلص الدور وبتعمل، وبعدين فجاه تلاقي نفسك عملت جامب صغير كده، والاهلي بيلعب مع مين النهارده؟ هو الماتش الساعه كام؟ هو طب يا عم خلص الشوط ده بس عشان عايزين نشوف. بيحصل كتير. اقول لحضرتك على حاجه انا يعني مش عارفه حكيتها ولا لا، انا حد قريبنا خالتي يعني كانت بتعمل عمليه وهي اهلاويه جدا، وكانت وقتها بتسال وهي خارجه من البنك كهربا هيلعب ولا لا؟ الكلام ده من كام شهر. حضرتك متخيل لسه خارجه من العمليه وبتسال كهربا هيلعب ولا لا؟ ده حصل قدام عيني يعني. فهم دول جمهور الاهلي هو ده يعني. وبعدين كل من ينتمي الى القناه الحمراء لابد ان يذهب نفسه، وايام الحمد لله مفترجه كمان. طبعا يعني داخلين على وقفه طيب. عرفه مبروك وكل سنه وانتم طيبين. كانت عيديه حلوه بالنسبه لي. عيديه جميله. الناس حست بعد الوصول للنهائي وكمان ده ان شاء الله احنا لينا الواقع. ما بنباركش لبعض ولا بنقول الف مبروك. غير بعد التحقيق اللي بعد الجون الثاني. يعني بعد ما تكون كمان الثاني ماشي. طبعا الاولاني بيبقى معاكي ممكن يتعادل يعمل اي حاجه. فبعد الجون الثاني والثالث بقى كمان وما اعرفش ايه الحكايه. العيد ضرب بقى والصواريخ طلعت والاغاني نزلت. كل سنه وحضرتك طيب ومليون مبروك ونورتنا وان شاء الله المزيد من النجاحات يا رب. دايما كده مع بعض النجاحات. والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره وكل من ينتمي للنادي. شكرا ليك كابتن شريف على وجودك معانا. انا عارفه كمان يعني خليني اقول لحضراتكم كابتن شريف جاي من الساحل مخصوص عشان يكون معانا النهارده ونحتفل معاه. شكرا ليك جدا وشكرا لحضراتكم وشكرا لجمهور الاهلي اللي دايما في ظهر الفريق زي ما احنا بنقول وهنفضل في ظهره ان شاء الله كده والبطولات اللي جايه والدوري وغيره. بس خلينا نفرح. الف مبروك علينا وكل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. كل سنه انت طيب يا كريم. وانت طيبة. يا رب يبقى عيد سعيد دايما علينا إن شاء جميعا الله. يا رب العالمين وعيد سعيد. وتاني حج مبرور وذنب مغفور لكل من اسعده الحظ بالتواجد في بيت الله الحرام. كل سنه وكل حضراتكم طيبين ونشوفكم على خير. مليون مبروك يا اهلاويه.